طبعا اليوم عندنا تصوير فورد ايدج بس قبل التصوير لازم نروح نغسل زيّز. عارف العافية شو بالمع؟ والله والله بلمع هيبة نيسون هيبة النيسون الشبكة قدام كثير بيشبه الباترة على فكرة ايه من قدام والله آه. باترا بسم الله ما شاء الله يعني ما ولا كانك زيك يعني انا لا على عليه بعد سايك سيارة فخمة دفعك. والله سايك سيارة فخمة كاميرا حساسات كب سيزر وما شو طبعا دوري اسوق انت عارف يعني بعد التنظيف دائما انا بسوق الله <applause> وان شاء الله رايحين الان لتصوير حلقه الفورد ايدج اعتقد انه تاخرنا على كريم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كثير سيارات اول ما نطلع فيها نجربها يا سلام خلص هي هي السياره المطلوبه، هي السياره اللي انا محتاجها، هي السياره لازم اشتريها. بعدين جربها يوم يومين ثلاثه اربع خمسه تبدا تكتشف السياره، طبعا انت بعدك مو عارف سعرها بعد تجربة لأيام عديدة تكتشف السيارة تكتشف أشياء فيها بتهمك وتكتشف سعرها للنسخة اللي معاك بتقول أنا استأجرت بقراري أعتقد فلازم أفكر أكثر وأشوف هل هذا الشيء يناسبني أم لا ففورد إج 2017 نسخة سبورت من هذه السيارات ليش؟ لأنه بدأت التجربة معاي بالإج أول ما سكت السيارة يا سلام شو سيارة رهيبة بس حبيت أشكر فورد الشرق الأوسط فورد ميدل ايست عشان اعطوني اجرب السياره لفتره طويله اكثر من عشرة ايام صراحه الان انا عم بصور كلامي عن السياره واقدم لكم تجربتي وكلامي عنها يعني انا بكره الصبح لازم ارجع السياره والحين العصر ف يعني حاولت كثير اجل التصوير اجل كلامي عن السياره عشان اعطيكم فعلا تجربه ما تكون تجربه او تصوير الحلقه اليوم فقط عباره عن سرد معلومات وارقام حبيت اعطيكم تجربه فعلا لاشياء ممكن تهم المشتري ففورد اتش سبورت 2017 هي تجربتنا اليوم بسم الله خلونا نبدا بلمحة تاريخية سريعة فورد اتش تعتبر طراز حديث طلع عام 2007 واستمر لعام 2014 بالجيل الأول ناس كثير بتفكروا لا الجيل الأول ل 2011 فقط بعدين طلع شكل جديد لا هذا كان فيس ليفت أو تعديلات منتصف العمر سموها مثل ما بدكم يعني كان في تجميل للسيارة عام 2011 السيارة استمرت لعام 2014 بالجيل الأول، الجيل الثاني اللي معانا لليوم في بعض الدول طلع عام 2015 وبعض الدول عام 2016 نحن معنا اليوم موديل 2017 ومو اول مره عم نجرب الاج جربها صهيب اذا بتتذكروا بالاردن جرب السياره واعطاكم تجربه الاولى للسياره كانت تجربه سريعه مثل ما عارفين تغطيه خاصه بيكون برنامج سريع يا دوب ما معك وقت تصور يعني فصهيب بتشوف على طول بحط كاميرات جوا السياره بيعطيكم تجربه مبدئيه مختصره عن السياره وانا بعطيكم بعدين تجربه بعد تجربه طويله للسياره فورد اتش مع نسخة السبورت تجي عدة نسخ عندك عندك نسخة الاس اي الاس ال عندكم ماكينة التوربو الأساسية 2.0 مو شرط تجي عند كل الوكلاء في المنطقة العربية بعض الوكلاء ممكن يجيبها هي أقل فئة عندكم فئة التنفس الطبيعي 3.5 أو 3.5 لتر وعندكم فئة الأقوى اللي هي السبورت 6 سلندر 2.7 توربو حتعرفوا معلومات المحركات بالتفصيل كمان شوي بالنسبة لتصميم السيارة بعتقد مهندسين فورد ريحوا نفسهم كثير بتصميم الإج ليش؟ عبارة عن مقدمة تورس نعم شبك تورس اضاءات تورس مع بعض اللمسات التجميليه بالتاكيد بالاخر ما يعملوا كوبي بيست يعني اوكي بس هويه فورد موجوده شبك الاسود بدل على فيت سبورت بيميز لك فيت سبورت دائما عندكم كاميرا اماميه حساسات على فيت سبورت بالتاكيد بيجي حساسات جانبيه عشان خاصيه الاصطفاف التلقائي في المواقف عندك الاضاءه عندك الاضاءه النهاريه بتكون لون اصفر بالاخير سيارات امريكيه يعني ما بعرف ليش الى الان اكيد الزنون بيكون عندك على الفئات العليا موجود الان ركزوا معي بالنسبه للتصميم يا عشاق التفاصيل بالقياده غطاء المحرك عندك انت انتفاخات خطوط موجوده عشان انسيابيه زجاج امامي منحني جدا عشان ايضا انسيابيه وتصميم رياضي ولكن وين الغلط ركزوا معي عندك انتفاخه كثير كبيره بالنسبه لاخر غطاء المحرك مع الخطوط الموجوده إنحناءة قوية للزجاج الأمامي وعندك أنت مساحة كبيرة أيضا في التابلو عريضة جدا فأنت بعيد وراء أنت كثير بعيد عن مقدمة السيارة كسائق سيارة هذا الشيء يؤدي أنك أنت فعليا مو كاشف زوايا سيارتك في الطرقات خصوصا في الأماكن الضيقة فأنا بالنسبة لي إذا سائق سيارة حتى لو مقدم المقعد ورافع نفسي أنا ما فيني أكشف زوايا الفورد السبب عندي مساحة كثير كبيرة انحناء كثير كبيرة شوف وين عجله القياده وين المقعد وين مقدمه السياره كسياره تعتبر كروس اوفر حتى صغيره خمسة ركاب مو سياره اس كبيره فانا عندي ضعف ركزوا علي ضعف بالرؤيه مع فورد اتش 2017 وحتى لو بعض الناس نطوا قالوا لي يا حبيبي عندك كاميرا اماميه بقول لك كاميرا بتكشف نوعا ما اذا انت قاعد تقدم وفي امامك شيء بدك تدعم فيه يعني مثل رصيف مثلا او اي شيء موجود في الشارع بس انت بالتفاف فعليا بالحياة الطبيعية دائما ما بتكشف صح وأنا بعدين مو كل النسخ عندي فيها كاميرا أمامية هذا التصميم موحد على كل الفئات فحتى لو كاميرا أمامية كانت تكشف 100% بس أنا قصدي عن هذا الشيء بشكل عام على التصميم لفورد إيدج لأنه مو كل النسخ فيها كاميرا أمامية على كل حال عندكم كمان انتم كاميرات لمراقبة الشارع، السيارة فيها رادار أمامي عشان أيضا تثبيت السرعة المتفاعل انك انت تحافظ على السرعة بينك وبين السيارة اللي أمامك وأيضا السيارة تعمل فرملة في حال لا قدر الله حست بتصادم او ايضا في عندك تحذيرات ايضا تطلع اذا في انت اي جسم امام السياره او انت اقتربت من السياره السياره تتدخل وتعمل توقف ممكن تعمل توقف كامل فطولت عليكم شوي بالكلام عن السياره في البدايه شوفوا تفاصيل السياره اكثر بالصور بعدين تعالوا نشوف جانب السياره بالنسبة لإج سبورت 2017 الجنوط عندك مقاس 21 انش الإطارات نفسها بيكون مقاس 265 40 جنوط تصميم رياضي بالتأكيد بالأخير عندك فئات أقل بيكون عندك جنوط أصغر 20 18 17 راجع الوكيل عندك أيضا لتأكد من كل المواصفات اللي بتجي عندك مرايا عليها نظام النقطة العمياء فسيارة صراحة غنية بالمواصفات سواء كان مواصفات أمان أو حتى مواصفات ترفيه عندك كيلس انتري موجود على السياره المفتاح في جيبك انت بتسكر بتفتح اللي بدك اياه سقف بانورامي ولا اروع مقاس اكثر من 41 انش تقريبا سقف البانوراما كثير جميل ايضا وبس اعتقد هي السياره من الجنب ما في اي شيء نتكلم عليه اكثر تعال نشوف السياره من الخلف بالنسبة لـ H2017 بتصميم الخلفي سيارة أيضا شبيهة بسيارات فورد مثل الفيوجن بتصميم LED خلفي أه سيارة صراحة جميلة كتصميم خارجي ملفتة للنظر حسيت هذا الشيء بالشوارع الناس عارفة أنه هذه الإتش الجديدة مثلا عم يتفرجوا عليها في الشارع بيطلع بركز أنه شو نسخة شو الجنوط اللي عليها عارف تصميمها مبين حلو يعني حساسات أكيد موجودة عندكم البصمات سبورت والايكو بوست اول ويل درايف سبورت النسخه اللي معاك ايكو بوست تقنيه المحرك اول ويل درايف انه سياره دفع رباعي مستمر بعض النسخ بالقياسيه ممكن توفر بدفع ثنائي امامي اوكي فتحات العاده مزدوجه فيوزر خلفي مميزه فئه سبورت اللون الاسود الغامق آه، لامع عفوا طاغي على تصميم السياره من الخلف جناح خلفي موجود على السياره مع اضاءه بريك آه، سياره انسيابيه بشكل عام حلوه عزلها كثير حلو بسبب الخطوط اللي شايفينها انتم كثير بكل مكان بالسياره هذا الشيء بيعطيها هدوء حلو عزل حلو بكل صراحه رغم انه وجود جنوط 21 إنش ممكن تسبب إزعاج ولكن سيارة هدوءها يعتبر كثير ممتاز الصندوق الخلفي طبعاً التقنيات الموجودة هي أوبشن ما بتجي على كل الفئات تجي فئات العليا فقط عندك 1110 لتر هو حجم الحمولة الخلفية واستيعاب الصندوق الخلفي يعني عندك زادت بمقدار 198 لتر مقارنة بالطراز السابق من الفورد ايج لو أنت عندك حمولة أكثر عندك أزرار طبعاً موجودة هون عشان طي المقاعد الموجودة بالصف الثاني لتزيد معك مساحة التخزين أو حجم الحمولة إلى 2078 لتر ضغطة زر نسكر في شمسية بالداخل أيضا نظام الصوت واصل للخلف وكل شيء بس هاي السيارة وتصميمها الخارجي ما حطول عليكم أكثر من هيك شوفوا التفاصيل وجمالها أكثر بالصور والفيديوهات بتصوير المبدعين عمور أحمد بعدين تعالوا شوف السيارة من الداخل بالنسبه لفورت اتش من الداخل صراحه المساحه صارت اوسع مقارنه بالطراز السابق وفعلا سياره اصلا من اول ما طلعت ب2007 كان سياره تعتبر واسعه كسياره خمسة ركاب وفعلا بتنافس وبقوه ابرز المنافسين شوف السياره الان زادت مساحتها مقارنه بالطراز السابق بعتقد المقعد الان ضابط شوف المساحه الموجوده أنا امامي كثير عملاقه صراحه حتى اسفل المقاعد فورد شو عملوا المقاعد نفسها الاماميه صغروا حجمها بس خلوها مريحه حشوه المقاعد جدا مريحه حتى الخلفيه فيها راحه صراحه ممتازه جدا وبالنسبه لفرش السياره عندك لون الاسود مع المخمل الاسود ايضا عاطينك يعني لمسه رياضيه بطراز سبورت نوعا ما مثل كنتارا كنا نشوفه بالسيارات الرياضيه عشان يعطيك تماسك افضل بطراز الفورد اتش 2017 نسخه سبورت التكييف الخلفي واصل ايضا نظام الصوت عندكم سوني 12 سماعه اوكي بالخلف عندنا مدخل باور 150 واط او من 110 واط الى 150 واط اوكي وعندك 12 فولت بالنسبه ايضا لمكان تشارج ولاعه ولا غير ذلك اوكي وعندك مساحه تخزين صغيره وحتى من الخلف المقعد الوسطي لازم نجرب نشوف كيف لانه ما في عندك مساحات ضايعه بالمنتصف والله حتى مقعد منتصف جدا 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 ممتاز حتى شوف مسافه الراس في تقريبا اقل من شبر بشوي سبع اصابع والله ما انا عارف كم بس كثير واسع يعني وفتحه السقف العملاقه البانوراميه ايضا تعتبر اضافه حلوه على الاتش ولكن حبيبي صراحه كل الاوبشنز هاي كله بسعره يعني انت مو ببلاش على كل حال تعالوا نشوف اتش سبورت 2017 من الامام تشغيل عن طريق الزر اكيد موجود عندك ميموري سيت كراسي كهربائيه اماميه بالتاكيد بطراز السبورت الفل اوبشن الطرازات القياسيه ما حيجي عليها اول شيء مساحه تخزين حلوه هاي موجوده بالاعلى اوكي الشاشه 8 انش باللمس الشاشه اللي كل أماكن اصابعك تبين عليها بس يجي عليها شويه اضاءه فلازم يحسن الماتيريال هاي الموجوده في الشاشه وتكلم عنها صهيب بتغطيته الخاصه ايضا عن الموضوع نظام السينك الموجود بشاشات فورد ما زال نفس النظام الموجود حاليا في تطوير لنظام سينك اللي هو سينك 3 بس إلى الآن ما نزل عندنا في المنطقة على سياراتنا ولكن فورد أطلقوه على سياراتهم وكالعادة عندك النافيجيشن الموجود بسيارات فورد بشكل عام وشاشاتهم ما عندك زر بوصلك على طول للنافيجيشن لازم يعمل لك لف ودوران أنك أنت تدوس على زر الفويس كوماند شوي عشان يطلع الشاشه النافيجيشن وبعدين كيف تشيلها ترجع تضغط مره ثانيه عشان ترجع للشاشه الاساسيه تحكم عندك بشكل عام تكييف موجود شوف عندك تكييف على جهه اليمين وعلى جهه اليسار ايضا عندك في زر الصوت عشان تتحكم في البيز ولا غير ذلك وايضا اشياء تكييف وبالمنتصف عندك تحكم في الصوت مكان سي دي زر الكاميرات وبنرجع مره ثانيه من المكيف للصوت نرجع مره ثانيه للمكيف والتبريد اللي هو عندك انت تبريد وتدفئه المقاعد الموجوده الاماميه ايضا بفئات الفول اوبشن وبلس عندك التحكم بالحراره والمراوح فشوفوا الان انتم التصميم كيف صار على الجوانب عندنا تحكم مكيف بالاعلى عندك شويه تحكم صوت بالمنتصف عندك تحكم صوت بالاسفل عندك تحكم مكيف فمثلا شو كان صار لو رفعوا هدول ازرار التحكم في المكيف مثلا 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 بقول فوق ونزلوا الصوت تحت او العكس رفعوا الصوت لحاله فوق، نزلوا كل مكيف تحت، يعني رتبوهم بطريقه معينه، مو انا ما بدي مكيف صوت مكيف. فهذا الشيء فقط من اول نظره، بس بعدين تعود عليهم خلص انت على طول بدون ما تشوف، بس كان نوعا ما صار ترتيب افضل بالسياره. عندك هون مساحه تخزين بالاسفل عندك هون يو اس بي، وعندك الاس دي كارد، مساحه تخزين كثير ممتازه كثير عميقه، كثير ممتازه صراحه. اوكي، أه بعدين عندك ازرار. عندك الاوتو بارك انه السياره بتصطف تلقائيا عندك في المواقف مجرد تضغط عليها بيطلع لك انت الان السياره شغل نظام بس انت بتمشي بتعطي اشاره فبتشوف هي المساحه المناسبه لها بعدين بتعطيك انه ما في مكان وبتصف وعندك زر اللي هو الباركينج سنسر وعندك الباركينج بريك الكتروني موجود عندكم حاملات اكواب بمساحات مختلفه وعنق مختلف وعندك هون مساحه التخزين بتنفتح على دفعتين اول او على مرحلتين المرحله الاولى بيطلع لك مكان مثل صندوق صغير تحط فيه اشياءك ثمينة اشياءك الهامه مثلا اوكي وبعدين عندك زر ثاني عندك بيطلع لك مساحه عملاقه بالداخل مع مداخل باور ايضا موجوده هي مساحه تقسيم جدا ممتازه عاد تحط فيه صراحه مي كبير واقف بينزل وشو نتكلم كمان عندك هون مو كربون فايبر هذا شبيه او محاوله عمل كربون فايبر موجود بالامام يعطيك المفروض لمسه السبورت المطلوبه وعندكم الستيرنج الان كعجله قياده التحكم فيه على جهه اليمين عندك التحكم بالصوت بشكل عام والشاشه الموجوده على جهه اليمين اصلا اما على جهه اليسار عندك ازرار التحكم بالشاشه الموجوده على جهه اليسار وهي فيها معلومات بتهمك انت كسائق سياره وعندك شيء اسمه درايفر اسيست درايفر اسيست عندك مثلا الكروس ترافيك اليرت هو نظام تحذير من المرور حتى خلف السياره اذا مثلا في سياره جاي من يمينك من ورا انت بترجع ريفيرس فبتعطيك تحذيرات على الشاشه انه في سياره جيتك من يمين او من يسار او اي جسم معين عندك كروس كنترول مثلا كروس كنترول بدك ادابتيف ولا نورمال ادابتيف ولا نورمال يعني هل بدك الرادار يشتغل ويحافظ على السياره بينك المز... على المسافه بينك بين السياره الأمامك او لا اوكي عندك الدرايفر اليرت تحذيرات السائق بشكل عام من النعاس مثلا بس وباقي الاشياء جدا عاديه موجوده في الشاشه, مثل اي سياره فورد وعندك هون ازرار تحكم بمثبت السرعه هي الاسهم هي اللي بتحدد المسافه بينك وبين السياره اللي امامك كيف بشغل نظام المحافظه على المسار عندك هذا المقبض اللي هو المسؤول انك تديم انت ولا غير ذلك عندك على الجنب زر بتضغطه شوف بيطلع عندي بالشاشه سيارة بين المسارين شفتوها؟ هذا هو الزر وبلا عنكم انتم تحكم بالاضاءه والبانوراما بشكل عام وعندكم الستاره ايضا خاصه بالبانوراما والحلو بهي الستاره انه فعلا بتحجب عندك شمس بتحجب إضاءة بشكل كثير ممتاز يعني شوفوا سميكة شوي يعني مو شفافة أو بتحسها مثل شبك لا يعني شوفوا نوع الماتيريال المستخدم أنه سميك فبس الآن تعالوا نطلع جولة بفورد إتش سبورت على الطرقات خبركم عن كامل المعلومات الميكانيكية بتهمكم وخبركم عن نقاط مهمة بقيادتك للسيارة وممكن تهمك وتفكر اذا تشتريها او لا. بدأت مع الطرقات مع الفورد إدج سبورت 2017. محركات السيارة حدث ولا حرج عندك خيارات عديدة وحتى حبايبنا في بلاد المغرب العربي اللي بفضلوا محركات ديزل في محرك حتكلم عنه إن شاء الله اليوم نبدأ بمحركات البنزين المتوفرة عندنا في المنطقة حاليا ولكن مو شرط كل الوكلاء يجيبها المحرك القياسي عندك أربع سلندر سعة 2 لتر حتقول كيف يشيل السيارة سيارة وزنها كبير أقول لك حبيبي في تيربو تشارج قوة المحرك 245 حصان بتقنية طبعا الإيكو بوست الشهيرة من فورد واللي صراحة حققت نجاحات كثير حلوة فيها المحرك الثاني أيضا المرغوب جدا في المنطقة عندنا محركات التنفس الطبيعي أيضا احتفظت في فورد شوف فورد عم تلعب بذكاء يعني حتى لو في ناس أو حتى لو في تكنولوجيا متطورة بالعالم كله كتيربوهات ولا غير ذلك بس هي بتحافظ أيضا على رغبة الجمهور وعشاق محركات التنفس الطبيعي بتوفر محرك ستة سلندر على شكل حرف V اللي كان موجود ايضا بطرازات فورد القديمه اللي هو سعه 3.5 لتر قوه 280 حصان هذا المحرك طبعا تنفس طبيعي يعني للناس الناس اللي بدهم سياره يعني ما بدهم لا اداء رياضي ولا بدهم اي اداء معين بدهم محرك بسيط جدا سهل ما في تكاليف عاليه بالصيانه بكل صراحه والمحرك الثالث والاقوى اللي هو معنا لليوم بيجي على فئه السبورت اللي هو محرك ايضا 6 سلندر ايضا تقنيه ايكوبوست التوربو سعه 2.7 لتر 2.7 لتر قوه الحصانيه 315 حصان على 4750 ار بي ام وبولد عزم جبار لمحرك 2.7 صراحه 474 نيوتن متر على 1750 ار يعني من ار بي واطي انت بتاخذ عزم جبار فالسياره انت لو عندك حموله كبيره لو عندك حتى قطر كبير عادي لو فكرت تقطر شيء بالسيارة عادي بتصير معانا يعني الواحد بالطريق يقطر أي شيء عادي توكل على الله اسحب بالسيارة اللي بدك إياه في عندك عزم جبار بسبب وجود التوربو أما بالنسبة لحبايبنا أهل المغرب العربي بشكل عام محركات الديزل المتوفرة عندكم هو محرك واحد بفئتين يعني عندك قوتين متفاوتين لهذا المحرك عندك محرك أربع سلندر اثنين لتر توربو تشارج بالتأكيد النسخة الأولى قوتها 183 حصان اما النسخه الثانيه بيكون قوتها 210 حصان فانت الخيار عندك صراحه شو بتحب شيل وبالنسبه للتسارع الفورد ايدج سبورت 2017 تسارع سياره من 0 ل 100 بخمسه ثواني فاصل 7 اجزاء من الثانيه من 0 ل 60 مايل يعني 5.6 فلو حولناها بيطلع معانا الكيلومتر ب 5.7 تقريبا تسارع ممتاز بالنسبه لسيارة كروس اوفر بمحرك 2.7 توربو فقط، اما بالنسبه لنسخه ال 3.5 تنفس طبيعي بيكون التسارع اكثر بثانيتين فبيكون عندك 7.7 ثانيه من صفر ل 100، حنشوف التسارع الان صراحه ونقدر هل تجيب الرقم ولا لا مع الاجواء الحاره وكيف شغال حمولة في السياره بس حنشوف كم حتجيب التسارع. بالنسبة لجير السيارة الموجودة على الفورد إيج هو جير أوتوماتيكي من ست سرعات. بعض الناس حيقول لك يا اخي طب ليش فورد وين الجير وين التقنيات اللي عندهم بالجير بوكس؟ عندكم جير اكثر عندكم 10 سرعات عم تشتغلوا عليه، طب طوروا الجير ليش ست سرعات مثل موجود طراز سابق؟ باختصار عندك محركات تعتبر صغيره على طرازات الاتش سواء اربع سلندر او حتى التنفس الطبيعي 3.5 او حتى هذا التوربو 2.7 فانت مانك بحاجه لجير ثمان سرعات مثلا. ليش؟ الجير الان موجود على السياره على محرك 2.7 انا حاليا بمشي على جير ثالث بدوس فل على جير ثالث بدون ما انزل جير او جير رابع السياره عم تمشي معاي فالجير ريشيو عندك عالي اصلا فعندك جير مناسب جدا مع محركات السياره الحاليه وحتى تسالوا طيب ليش يا جماعه ما حطيتوا محرك الاقوى الموجود على الاكسبلورر على طراز الليدج سبورت بالاخر بخبركم السياره بنسخه سبورت لشباب جامعه مثلا إيه مو مو سياره طياره يعني لو حطوا محرك اقوى من هيك يعني حتخف مبيعات مثلا الاكسبلورر سبورت وبنفس الوقت انه هذا المحرك عامل شغله انا ماني بحاجه لمحرك اقوى من هيك على سياره وزنها بيبدا من 1774 ل 1800 وسبعينات ايضا وزن السياره فعلى حسب الاوبشن بيطلع بينزل فانا ماني بحاجه لمحركات اقوى من هيك صراحه على السياره هذا المحرك يعني عامل شغله ومكثر ورغم هيك مصروفه عالي فمحرك اقوى بدكم كمان يعني انا صراحه مصروف السياره عالي جدا فمثلا الان انا شوفوا كيف جير السياره وتفاعله مع المحرك على 60 انا مكيف شغال بدوس فل حتى شوف تماسكها فرا وسط سياره 120 فالسياره يعني فيها هبه فيها فيها دوسه فيها فيها قوه فيها باور وبنفس فيها مصروف وقود صراحه سيارة بتبلع وقود اذا بدك تدوس فيها اذا حاب تستمتع بالسياره وتدوس رغم انه يعني ما بتحس بالصوت طربي ولا كذا بس يعني في احيانا اللي بدك تدوس بتلبيك انا جاهز انا يعني انا معاك اذا حبيت تدوس تستمتع شوي السيارة صراحه شهاده لله يعني فيها قوه فانا ماني بحاجه لقير او محرك اقوى من هيك صراحه بطراز مثل الاتش فمصروف الوقود تكلمنا عنه انه عالي شوي صراحه نعم السياره مصروفها يعتبر عالي المفروض يكون بين 11 إلى 12 لتر مثلا كمعدل وسطي بس السياره عم تصرف يعني انا عم حس عم تصرف خصوصا على الخطوط يعني 120 140 و المفروض التيربوهات يعني شايلة واحيانا أحيانا بتحب تستمتع تدسلك دوسة دوستين ولكن صراحة في مصروف في مصروف واضح فل التانك 71 لتر ممكن 68 لتر بالفئات الأقل مثل 4 سلندر 2.0 بس مصروف السيارة يعتبر غالي شوي حبتين شوي صغيرة وأيضا يعتبر يمكن عندك تانك صغير شوي ك70 لتر أو 68 لتر فيعني عندك أيضا التانك يعتبر صغير شوي فأنت حتحس أنه مصروف السيارة كمان شوي قليل بالنسبة لوزن الفورد اتش 2017 بيبدأ وزن عندك من 1774 كيلو يطلع معاك ل 1840 كيلو على حسب الفئة اللي معاك والمواصفات اللي معاك اتش يا جماعة الخير سبورت سيارة حلوه ملفته للنظر جنوط مميزه تصميم مميز واقتها حلوه السياره كعزم كقوه معروف فورد محركاتها قويه صراحه نظام الدفع بيعطيك تماسك حلو نظام الدفع الرباعي اول وي درايف عم يعطيك تماسك حلو للسياره منطقي جدا على المنعطفات منطقي بالاخير ما تفكر انت راكب سيارات يعني سوبر كار انك تدخل فيها منعطفات 220 250 لا بالاخر يعني الشيء منه في سياره مرتفعه على الارض يعني ديروا بالكم فالسياره فيها مواصفات امان عاليه جدا وسائل هوائيه بكل مكان في السياره مثل ما بتشوفوا يعني خلينا نحكي ثمانيه ايرباج مثلا اذا اعتبرنا الستاريه مزدوجه فكل مكان في عندك ايرباج انظمه الفرمله اذا كان في عندك ناس تعبر الشارع او حتى سياره انت اقتربت منها بدون ما تنتبه الرادار نظام محافظه على المسار النقطه العمياء كل هذا الشيء يندرج تحت مستوى الامان ووسائل الامان بشكل عام في ايدج 2017، ففعلا فورد مهتمه بالسلامه، مهتمه بالامان، حتى بهيكل السياره، بشاس السياره، معروف تطور اللي عم تقدمه فورد كخفه وزن بنفس الوقت وبنفس الوقت صلابه عاليه، فصلابه الهيكل من الالمنيوم، صلابه الشاصي بنفس الوقت، انظمه التعليق كلها فيها صلابه حلوه، وأخذت التصنيفات عاليه باختبارات الامان بشكل عام. فورد اتش الان بدي اشغل نظام المحافظه على المسار نشوفه شوف الان دقيقه شوي حتحافظ ولا لا شوف فصل كيب ما <applause> ما بيطول معاك يعني هو بيقول لك مره بساعدك مش ضل طول الطريق انت شاير ايدك فصل على سرعات لأنه ما لقط ما عم يقرا هاي مسك. مسك مسك الشارع يلا هاي لفه مو مشكله منتبه 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 اوكي شوف هو عم يشتغل بس اللفه القويه اعتقد مو قادر يجيبها الاول والله جابها شوف كيب هانز كل شيء طلع لي انه خلي على الستيرنج يا حبيبي خلي ايدك على الستيرنج على كل حال السياره الان فيها شيء اسمه اكتف ستيرنج يعني ستيرنج متفاعل او عجلة القياده متفاعله على حسب الطريق تزيد قساوتها ونعومتها ولكن المشكله وين زاويه الالتفاف غير كافيه يعني السياره ما بتلف معك بشكل ممتاز زاويه الالتفاف تحتاج وسع يعني بتحتاج مكان واسع عشان تلف في السياره مكانها 360 فالانجل جماعة الدرفت فاهمين عليه الانجل يعني مو كثير قوي يعني صراحه فالسياره ما عم تفتح التاير بمقدار كافي لتلف في اماكن ضيقه وانا بختبر هذا الشيء في باركنج عند المكتب عندي فبختبر في هذا الشيء في بعض السيارات بحس انه وانا راح ادعم يعني غير هيك غير انه صعب عندك الالتفاف انت صعب تكشف الزوايا الاماميه مثل ما تكلمنا في بدايه الحلقه فابرز التعليقات صراحه ايجابيه وسلبيه بخلاصه سريعه على الفورد ايجابيات السياره ملفت للنظر تصميمها قوة نشاط تكنولوجيا بالداخل مواصفات أمان عالية جدا يعني فعلا حي فورد اهتمامه بالأمان وما لعبت بموضوع الوساد الهوائية أنه يعني إذا ما تدفع ما بعطيك في هوائية كله عنده ممتاز أوكي وساعة حلوة من الخلف صندوق واسع أيضا كل أشياء نقاط إيجابية نقاط السلبية على السيارة أيضا ذكرتها موضوع التفاف عدم كشف الزوايا وبصرف الوقود عالي شوي الشاشه تعتبر انتقاد ولكن انه قدمها يعتبر كانت تعلق معي كثير بطرازات مثل التورس تتذكرو ولا غير ذلك بس سينك 3 قادم ان شاء الله راح يكون افضل مثل ما وعدونا فورد والنقطه الاخيره والاهم هو موضوع سعر السياره بكل صراحه بكل صراحه بالنسبه للمنافسين او حتى غير المنافسين بالنسبه للسياره نفسها سعرها مرتفع واخر نقطه حتكلم عنها موضوع الراحه والعزل والسسبنشن السسبنشن كثير حلو رغم نسبه سبورت ناعم السياره هادئة على المطبات الناعمه هاي عزل الهواء يعتبر ايضا ممتاز رغم وجود البانوراما احيانا صارت عال لازم تسمع صوت هواء او حتى اصوات معينه من البانوراما بتطلع أه هاي ضريبه الرفاهيه احيانا خلينا نقول ولكن صارت تعتبر هادئه بشكل عام طولت عليكم فسامحونا بس حبيت اعطيكم تجربه مفصله بعد تجربه دامت اكثر من 10 ايام فشكرا فورد الشرق الاوسط على توفير الفتره الكافيه لتصوير تجربه مفصله وان شاء الله تكون عجبتكم التجربه يا جماعه الخير <applause> رايكم بالتعليقات بيهمني جدا حاليا عشان يعني نتناقش في هذا الموضوع موضوع السعر ولا غير ذلك ف واللي عنده سعر خبرنا شو شاف فيها ايجابيات وشو شاف فيها سلبيات، وانت بسعر الفورد ايدج سبورت اللي حتشوفوا سعره الان او شفتوه على طول شو بتشتري بهذا السعر اعطيني السياره اللي بتشتريها وبس تابعونا كل شيء جديد في عالم السيارات وعشاق السيارات دائما دعمكم مهم لنا واذا انت تحضرون جديد ما بعرف كيفك تسوي سبسكرايب ما تسوي سبسكرايب على كيفك انتم خبروه يسوي ولا ما يسوي انتم جماعه كومنتات خبروه يسوي ولا ما يسوي وللعالميه باسم العرب ما عرب تي حياكم الله